حلويات بصورة عامة متوفرة عندنا كل الأصناف، عندنا الحلويات الشرقية وعندنا الكيك وعندنا بيتي فور والموالح والقطع السبيشال كيك والشوكولا والهدايا، كل أنواع متوفرة. أكو قسم زهور هموت متوفر داخل المحل، بالإضافة إلى القاعدة موجودة بداخل المحل همين بصورة عامة. أكو أنواع هواية أصناف البقلاوة، أصناف هواية البقلاوة والبرمة والكلوشكر والشعرية والإضافة الأزلابي والعوامات، وموجودة من الفطار بتيفورات موجودة، الموالح والشوكولا والنوغة والمنسمة موجود، كل أنواع موجودة. نتحدث عن المواد اللي تدخل بصناعة الحلويات بصورة عامة، تحدث لي على كل نوع شو يدخل بصناعة. مثلا البقلاوة تدخل الفستق والطحين والزيت والسمن والملح كلوكيز، كلها تدخل بصناعة البقلاوة. زين اليوم شلون نشوف اقبال الناس على الحلويات؟ اليوم ترى كثير يحبون هاي اكيد ايه، بس هو يكون بالموسم الصيفي اقبال يعني مو كلش قوي على البقلاوات والهاي، يكون بالعكس على الكيك، بس بالموسم الشتوي انت تعرف الاقبال جيد عليها يكون. يعني اليوم احنا مقبلين على فصل الشتاء اكيد راح يكون اليوم بنت الناس هواي تحلي اكيد. هو يعني الانواع مو كثيره من حلويات شوكليت، كذلك البقلاوه، الحل الدهينه مالهم كذلك. لا الدهينه مو متوفره. زين الانواع الثانيه شنو؟ موجودة. مثلا اليوم نتحدث عن الشوكليت. شوكليت متوفر. موجودة كافة أنواع الشوكليت بأنواع، بس هذا يكون مو من صناعتنا، أجنبي، صناعة أجنبية هذا يكون. زين شلون نشوف إقبال الناس عليه؟ والله جيد، إقبال جيد عليه. كل الإنتاج يعني جيد إقبال. شوكليت بصورة. أسعار زينة. يعني تناول الجميع. تناول الجميع. زين أكثر البضاعة هنا الموجودة أنه هي بضاعة عراقية كاملة لو شنو؟ اكيد بضاعه عراقيه وصنع بالمعاملنا كلها. يعني معاملكم الخاصه. اي الخاصه. ماكو شيء مستورد؟ ماكو شيء مستورد، بس قلت لك الشوكليت انه مستورد، باقي الاصناف كلها داخليه. حتى مثلا البقلاوات انواعها هواي اصناف بيها، وعندنا الزلابيه اصناف هواي، العوامات عندنا، الفطائر هاي فطائر صباحيه بعده انواع، بها جبن وبها سبانخ وبها لحم وبها دجاج وبها زعتر ولبنه، وبيتي فور هم بعدة أنواع، الموالح بها أربع أنواع تكون زعتر وسمسم وحبة سودة وجبن. كادر أنت اليوم الموجود عندك كله كادر عراقي؟ الكادر داخل المعرض عراقي، بس بالمعمل هواية يعني من عدة دول يكون. ما يعني العامل أجنبي؟ أجنبي أي بصورة. زين الخدمات اللي تقدموهن يعني تغليف وكذلك الهدايا، هسه أنا شفت كيك هنا وأكو هنا هدايا موجودة. خاص بالزهور والهدايا. نوع تغليف خاص يكون وموجودة قسم مال يعني على حسب الطلب. طبعا هي اكيد حسب الطلب، والقوالب موجوده حسب الطلب. اكو اصناف مثلا عجينه السكر، القوالب هاي تكون يعني توصل قبل يومين تجهز. هاي هنا يكون اكو دونات، اكو كريم باف، اكو كورنيه حشه بالكاستر والفستق حلبي، اضافه لفوقها الشوكر، واكو مربى. هنا الكرواسون هم اكو بالشوكولا وبالجبن، واكو دفاتر هاي يكون حشوات مالتها كاستر كاستر وتفاح واناناس وفراوله ودارسين، والترايفل معروف بالجلو. نشوف هاي السلات، هاي السلات شنو يعني؟ هاي السلات هدايا للزبون، متكونه من نوغة وشوكولا وبها شوكليت، اضافه شوكليت وتكون على شكل هديه يعني تقدم. هاي هيك خاصه يعني تكون جاهزه؟ بس احنا هنا تكون عملها بالمحل. هنا تسووها داخل المحل؟ داخل المحل يكون. هاي شوكولا، هاي شوكولا هم صنعنا تغليف بحشوات، كل صنف به حشوه معينه، مثل اكو بقهوه بالبندق وبالمكسرات وبالنوتيلا، هواي اصناف حتى اشكال يعني منوعه. منوعه عندك المثلثات ودوائر ومربعات طبعا، وبحسب يعني الزبون نشتغل له، نخلي له ستيكر فوقها مال المناسبات مال الاعراس مال هاي. نوع الكاكاو اللي تستخدموه به؟ بلجيكي. كاكاو بلجيكي ممتازه اكيد، بلجيكي والحشوات موجوده.